الاول وربنا يوفقك، ودي حياه جديده كده جميله ربنا يكتب لك فيها السعاده يا رب. انا زي باباك، انا شفت الكليات الظاهر في كليه وقع منك وانت شهر يعني كده، وانت بتقيسي الكليات في حاجه وقعت منك، فحاول نبص عليها كده بدون حد ياخد باله. وسيدنا النبي قال كل جسم نبت من سحت او من حرام فالله الاولى بيه. انت شكلك كده جميل وعروسه اموره كده، شوفي بس كده وقع كده على بند كده وندور عليه. الف مبروك. بقول لك كده احنا لازم نجيب الذهب بتاعنا من عند السندريسي حتى المصنعيه يبقى خفيف، يبقى حنين علينا شويه. هو انت عارفه يا بابا؟ ايوه انت ده ابن عمي. ماشي تعال تعال مش عايز اتفضل. يلا لا الحاجه اللي تعجبك وما يهمكيش الفلوس، بس حاجه اهم حاجه الحاجه الحلوه. هو حاجته حلوه قوي. طيب لا الحاجه الحلوه مش مهم الفلوس. ان شاء الله اللهم بارك. طب تعالي تعالي. طب يلا تعالي. بس انا شفت الجوانش كده بره اللي هي اللي بره دي. ايوه ممكن توريني اربعه؟ اربعه. ضيقه عطل اكلها وكشوي. مبروك يا عروس. اكلها الحاجه الحلوه يعني. الحاجه تكون نظيفه بس دعاء كده. دول جمال قوي، وريهم للعروس. حلوين عاجبينك؟ حلوين قوي. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك يا بابا. طب السلسله بقى عايزين سلسله كويسه. سلسله كويسه؟ جبت حاجه بره ولا اجيب لك انا؟ لا ممكن عايز حاجه حلوه. مين قوي؟ جميل. هو ممكن يعني نمسكها نشوف النقل اللي احنا عايزين نقوه، ايه رايك؟ شوفي حضرتك. طيب خلاص اللي تعجبني يعني. طيب ماشي دي حلوه. دي جميله. عبال ما هي بس ما وهناخد السلسلة. جميلة هتبقى جميلة عليها دي. هتبقى جميلة عليها. شيء دعاء. انا لقيت الدبلة دي ولقيت السلسلة دي تبقى حلوة. ليش ماما عشان زوري وجعني قوي، بس زوري وجعني حلو الاربعة دول. طب يعني كده؟ طيب. ماشي. خد هما احنا اخترنا دول والغواش دي. الذهب حلو؟ حلو. السلسلة والبدلة؟ حلو. اللي يعجبكم يعجبني يا حبيبي. ماشي. يلا يا عروس بقى خلصي. خلصت اهو يعني لينا فاتورة بس. عايز تاخد المحل كله. خلاص. حاج سعيد شوف لنا حساب كده. ماشي حبيبي. انت عايز؟ دي 126000. شوف بس انا لك يعني. 126000. 126000. 126000.
مع خيمس. تعالي كلم عمي، تعالي دعاء. عشان هيعمل معانا واجب. ألف مبروك الأول، وربنا يوفقك، ودي حياة جديدة كده جميلة ربنا يكتب لك فيها السعادة يا رب. أنا زي باباك، أنا شفت الكليهات الظاهر في كلية وقع منك وأنت مش واخدة بالك، وأنت بتقيسي الكليهات في حاجة وقعت منك، فحاول نبص عليها كده بدون ما حد ياخد باله. وسيدنا النبي قال كل جسم نبت من سحت او من حرام فالله الاولى بيه. انت شكلك كده جميل وعروسه اموره كده، شوفي بس كده وقع كده على جنب كده وندور عليه. الف مبروك. وجعت مني كلها. احنا اسفين والله، احنا اسفين. ممكن تكون وقعت منها شيء هيك. احنا عارفين ان السندريسي يعني محل ثقة، احنا اهلنا يعني. الف مبروك عروسة. سلفوت عروسة في ايه؟ سلفوت عروسة في ايه؟ طبعا ده انت عارف زره. اه الف سلامه عليك. طب كويس ان انا شفت الشغل تحت رجلها والحمد لله. الف الف مبروك، ربنا يكرمك على خير يا رب، وشفت لازم خير كده. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك يا جماعه. الله يبارك فيك. انا حاسس بعلامه كده زي حيوان هي اللي تعبانه.